أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين قولنا نسألك بالله أن تقضي حاجتنا وبين قول البعض نستشفع بالله عليك أن تقضي حاجتنا؟ نسألك بالله، هذا حلف، حلف ما هو باستشفاع، هذا حلف بالله، والحلف بالله مشروع، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الاستشفاع بالله هذا لا يجوز، لأن الشافع أقل درجة من المشفوع عنده، هذا فيه تنقص لله عز وجل. نعم.